رد بقى على عشان بس ما نضللش الناس اللي بتتفرج يا كابتن اسلام والجمهور بتاعنا اللي ايه اي واحد بيطلع في الاعلام يقول لك ايه ده راجل ناجح ده لعب 20 مباراه واحده وديه وستة تصفيات كاس عالم وسته كاس عرب وسبعه امم اتغلب خمس ماتشات وتعادل اتنين وكسب 13 ماتش فالناس يقول لك ايه كسب 13 ماتش ده ممتاز عايزين نقول للناس بس انه كسب ليبيريا ليبيا مرتين نوعيه اللعيبه الجابون لبنان السودان الاردن اهو دي المنتخبات قدامنا اهو اللي بيتكلم عنها الكابتن شريف يعني كسب منتخبات غير مصنفه يعني لما اقول كسب الاردن كسب خسر من تونس وخسر من قطر كسب غينيا بيساو بس وكسب السودان في كاس الامم تاني انما والمنتخبات المصنفه الماتش الوحيد اللي انا الماتش الوحيد اللي انا بعترف بيه انه كان مكسب وعن جداره وسقفت له وقلت له هاي الرغم ان التغيير اللي عمله كان اضطراري هو اللي عدل شكل الفرقه ماتش المغرب لما اتصاب حجازي واضطر يرجع ايمن اشرف من نص الملعب ولعب اتنين في نص الملعب ونزل زيزو وتريزيجيه وهاجمنا وتعادلنا وكسبنا فتغير الشكل اذا انت عندك مقومات انك تقدر تهاجم وتكسب وبتكسب فرقه كبيره زي المغرب انما انت لما تيجي تكتفني كمدير فني وانا لعيب عندي امكانيات بس انت بتقول لي ما تعديش هنا انزل تحت انا عشان اهاجم مش هقدر اخد ال 100 متر بتوع الملعب رايح جاي لا انا هنزل لحدود معينه لان انا اما اجي اقول مثلا حجازي بيدافع كام في الميه اقول 90% بيهاجم جام 10% مصطفى محمد اقول بيدافع 10% وبيهاجم 90% لا مصطفى محمد بيهاجم 10% وبيدافع 90% ده مصطفى محمد في حاجه تخيل ان كل المباريات اللي بدا بيها مصطفى محمد او اللي لعبها مصطفى محمد مد ظهره للجول كل المباريات غير انه كان بينزل كمان ده بينزل ايه الشوط يعني في الماتش في الماتش اللي كان هنا هو كان بينزل لغايه الله يمسيه بخير الكابتن حسن شحاته لما كان عمرو زكي يطلع بره الصندوق يصرخ عليه يقول له ما تخرجش من الصندوق بالظبط فانت لما تكون بتلعب مهاجم وانا اما لاعب مهاجم دايما انا ندعي المهاجم بتاعه اقول له خليك جوه الصندوق ما تنزلش شغلته انما انا لما اجي اقول له انزل في نص ملعبي تحت خالص ده بكلفه ان هو يراقب حد طب وبعدين نقطع الكوره عايز العب الكوره قدام ما الاقوش طب انا ما الراجل نازل يدافع اقطع الكوره العبها لمين قدام الا محمد صلاح لوحده ومفيش غيره طيب